السلام ومرحبا بكم على قناتنا الخاصة قناة الحياة لوفي. كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة ومتنوعة. بموضوع اليوم باش نحكي فيه على الصحفية التونسية لينا النفتي اللي عملت يوم أمس لايف وحكيت فيها على شنو صار لها بالضبط مع نوف الورتيني ومع سمير الوفي انهم طلبوا يتحرشوا بها جنسيا وقت اللي طلبت منهم انها تخدم. طلبت من نوف الورتيني اول شخص قالها نورمال ما فما حتى مشكله عمل معها قهوه من بعد ولا يطالب حاجه اخرى اكثر من شيء هذا الله غالب وقح شنو باش نعملو. كيف لقاتو كيف هكا تجاوزتو كومبليتمون وبلوكيتو على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت خليني نشوف ظهري مع سمير الوافي لعل مش الناس الكل كيف كيف لكن لقاتو اتعس وامر هذا ديريكت قالها تجيني لابورتمون نتاعو في لاك دو من بعد قالها لي نسافر معاك لفرنسا ونعمل لك فيزا وقال نشيخك كادويت وكرهبه ودنيا ندرى شنو مع الفلوس جماعه عندهم بزيد زيد عليهم قاعدين يبذروا فيه في الفساد. لكن هي بطبيعتها قالت لي ورفضت وبلوكيت وحتى هو وقالت فك علي منه الميدان هذا لانهم يحبوا كان على التحرش الجنسي. بعد ما صرحت بالكلام هذا تعرضت للعديد من التهديدات وديجا نزلتهم على باج الجوكير عملوا عملتهم ومن فوق زد يهدوها نقولوا لها ما تخافش وان شاء الله الكل ما يخافوش كيفك انت ويقولوا على حكايتهم وكلنا رانا معاك وربي هو قبل كل شيء معاك وحميك. ما تنسيوش لايك واشتراك وتفعيل الجرس ونقول لكم باي باي.